السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبي قناة متابعي قناة ليت جيمز وكل عشاق الألعاب. رجعنا لكم فيديو جديد بقناة لعبة تانك كومباني. هذا الفيديو مخصص عن طريقة الحصول على دبابة الام 4A1 اللي هي بالتير 3 يا شباب الأمريكية. الحصول على هاي الدبابة راح يكون مجاني بدون ما تتعب ولا دقيقة ولا أي شيء، والامر راح اسهله لكم وابسط لكم بشكل كبير. حطوا لنا لايك، شاركونا الفيديو اصدقائكم. صراحة يا اخوان التفاعل اللي صار على اللعبة كان بس بداية قوي بعدين ضعف، فاذا لقيت التفاعل بهذا الضعف مستمر اضطر اوقف السلسلة. فاذا حابين انه نكمل بهاي السلسلة يا شباب، الريد يكون التفاعل يرجع مثل الفيديوهات الاولى الاثنين يا شباب نزلناها، والا غيرها صراحة انا اوقف السلسلة نهائيا واتجه العاب اخرى انزل عليها. فالامر راجع لكم انتم المتابعين يا حبايب قلبي. اوكي، احنا بادين تعرفون بالدروع السوفيتي، لكن لأهمية الامر حتى ما تروح عليكم هاي الدبابة، وخصوصا اذا ناس تلعب بالجيش الامريكي، في طريقة جدا بسيطة. تجون على النيورسينت يا شباب، عندكم تسجيل الدخول اليومي، تسجيل الدخول اليومي اخر يوم وهو يوم الثامن راح تحصل بيه الدرع. هذا الدبابة تدوس عليها وتسوي لها كليمت وتاخذ الدبابة، راح تجيك هنا يا صديقي. طبعا الدبابة راح تكون بكامل التسليح، فول اوبشن خلينا نقول اقوى تسليح بها. طبعا هي موجودة كذلك بالمتجر، خاف واحد يقول ليث وين المتجر، الدبابة موجودة المتجر مسويها خصيصا لهذا الامر. يعني هذا قدامكم تير 3 او رانك 3 ما بي هاي دبابة، اكو ام 5 ستيوارت، ام 4 شيرمان، والام 10 والفورين، والام 41 اتش ام اس، فما موجودة يا شباب. هاي خصيصا للاعبين بتسجيل الدخول اليومي. راح نطب جيم بلاي بسيط ونختبرها ونختبر قوتها وهل تستحق مكانتها انه تحمل 8 ايام تسجيل دخول يومي حتى تحصل لا. وبكل الاحوال انت فاتح اللعبة فتقدر تحصل الدبابة بكل سهولة. اوكي اصدقائي، الان نبدأ. والله سكين وياها صاير حلو صراحة، سرعتها جميلة. اوكي حلوين حلوين حلوين، خلونا ننتظر ان نصيدها بشكل صحيح الدروع الباقية. اها يلا شوفوني، اشوف كمية الاختراق مال دبابة درو القذائف مالتها. طبعا تقدر 76 من الليم السبطانة. هذا ورا البيت، هذا خبز وخبز، عجن وعجن. السرعة مالتها جدا حلوة. اها الجريث، ايوه ارمي السلوب، ايوه ارمي. حلو احمر، وين الاخضر؟ ارمي صح، بس الدمج اللي صار احمر كيف هذا؟ اختراق جيد. لا ما موجود. واو اوه ارمي، لا اختفى من عندي. احنا لازم ذول اكشفهم، لازم اكشفهم. صح 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 صح، روح. لا صوت، انسحب. لا 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 لا، اهرب يا ريث، اهرب يا ريث، اهرب. ولك عمر الخبز، انه خبز. حلو ايش
شت 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 ماكو دمج، ماكو دمج كيفي، ماكو، كل أحمر 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 أحمر. أوكي خطر هذا. كلام أخذات كفر، بس والله شباب حلوة، حلوة دبابة كلش حلوة. أحلى ما يميز الدبابة السرعة مالتها، المناورة مدفعها يعني، خلينا نحاول الدافع المخترقة سلسة بالحركة، أحس سلسة أكثر من الدبابات الروسية بيني وبينكم يعني. شافون اللاصت، يلا بالسرعة ليث بالسرعة ليث بالسرعة ليث. دبابة ما شفتها ليث، ايش كبرة قدامك شت، فجره روح روح روح، افزع افزع اخويا عامر افزع. ارمي في كي في كي في كي في كي، ودع حبيبي. جيتك 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 ابو الاسيو، ابو الاسيو ضربني ضربه يفجرني ينهيني. حلو 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 حلو، جيب الدمج بس ابو التي 34 حرام. اوكي شباب، امكانيات الدبابة عجبتني، حركتها عجبتني. نقدر نقول دبابة مجانية متوسطة، يعني انت ماخذ دبابة مجانية ومتوسطة، مدفعها لا بأس بي. ممكن الكيفي كل نقاط حمر، لان لازم اماكن معينه بالقتال ما تخترق الدرع مالته، لكن باقي الدروع والدبابات مثل جزء التير 34 حتى الفي كي وغيرها تقدر تفجرها بسهوله هاي الدبابه. اراكم وتعليقاتكم على الانفر ايوان، انا برايي تستحق ان واحد يعني ينتظرها ويحصلها. يا اصدقائي ارسلوا لايك ومشاركه، اشوفكم قادم، في امان الله.